بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل المستمر متابعين الكرام، نسير مع شوطنا 17 بمجموع الأشواط. الشوط 17 يحمل فئة الإبكار، ونسير إلى مقدمة الشوط. تتقدم قطنة على المركز الأول، قطنة لمحمد بن سهيل بالحطم العامري من يقدم قطنة على الصدارة، بينما المركز الثاني يتابع الوصول والتقدم بهذه اللحظات من القادمة، اللي هي غروب أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، بينما المركز الثالث فتنة حمد بن خير بن مكتوم الشريفي، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع. المركز الرابع انهار نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، بينما المركز الخامس بنت فابيان في المركز الخامس الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، بينما المركز السادس شوف اللي وصلت من الجانب الآخر، دخلت هناك في المركز الخامس بنشوف رقمها، ومع دخولها المميز بهذه اللحظات الواصلة في المركز الخامس اللي هي حاملة رقم 33، هذه هملولة عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، بينما ننتقل إلى المركز السادس أحمد بن حمد الشامسي، بينما المركز السابع وصلت وتقدمت الشايبة طهميمة بن حمد بن عنودة العامري، والمركز الثامن وصلت سحابة راشد بن سالم بن راشد الساعدي، بينما نقلتنا إلى المركز السابع وشوف هامة أحمد بن محمد بن عوضي المنهالي، المركز الثامن وصلت وتقدمت غازية أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة هلكتبي يقدم غازية، المركز التاسع أشوف الوصول والتقدم منه اللي هي مياسة مسلم بن حمد بن متعب العامري، والمركز العاشر الشاهينية الدكتور سعيد بن محمد بن شرقي العامري. هذه النتيجة، بنعود إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة هلولة. يا سلام يا أنهار 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 أنهار، نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا أنهار على مقدمة الشوط مسيطرة، وهنا مع القيادة قيادة هذا المسار، والكيلو الأخير اقتربنا ودخلنا أجواء الكيلو، المتر الأخير الكيلو المثير يا مضمرين، كيلو التحدي والمنافسة، كيلو المنافسات بالفعل بقيادة أنهار نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، بينما المركز الثاني تتقدم من ظبيان الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وشوف اللي وصلت وتدخلت بهذه اللحظات هامة أحمد بن محمد العوضي المنهالي، والمركز الرابع مياس مسلم بن حمد بن متعب العامري، وشوف الشعارات تصل الأسماء قادمة، وصلت أمسية حمد بن سيف بن عيف وشعار بن منانة، ولكن بنعود إلى أنهار 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 أنهار. يا سلام يا أنهار، نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي يقدم أنهار، وهامة أحمد بن محمد العوضي، معركة ثنائية بن متعب قادم، يا سلام ياهي اسماء ياهو تحدي، هامة مع المركز الأول أحمد بن محمد العوضي المنهالي من يقدم لنا هامة على مقدمة الشوط والصدارة، ولكن بن متعب قادم مع اللي هي مياسة سلم بن حمد بن متعب العامري، الله 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 يا بن متعب مسجل 3 نقاط هذا اليوم، يبحث عن السوبر هاتريك، يبحث عن النقطة الرابعة وبالعوضي أحمد بن محمد بالعوضي مع هامة بالعوضي هامة أحمد بن محمد بالعوضي سلام بالعوضي سلام. المركز الثاني كانت في أيضا
مياس مسلم بن حمد بن متعب المركز الثالث، انهار ناصر بن فهيد بن مفتاح الشامسي المركز الرابع، حمد بن سيف بن عيف العامري المركز الخامس بن منانة، أحمد بن سالم بن منانة الاكتبي. هكذا إذا مشاهدين الكرام التوقيت الزمني 4:52 سجلت معنا بهذا الشوط اللي هي أنا أيضا هام أحمد بن محمد العوضي المنهالي. تهانينا والناموس.